يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ناين لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا يا رب. ان شاء الله الاسبوع ده كان مليان بالاحداث، مش احداث سريعة بس في مصر، سريعة في الوطن العربي كله، كلها احداث مهمة، كلها هتشكل مستقبل الوطن العربي باكمله. نتكلم عنها اكتر في فقراتنا وبالتفصيل، بس صباح الاول على زمايلي. صباح الخير فادي. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا مي. صباح الخير فادي، اتفضل. صباح الخير مشاهدينا، حلقة 23/10/2011. يا رب يبقى يوم سعيد على الناس كلها في كل حتة. زي ما مي قالت، في تطورات متلاحقة كالعادة، يمكن من أهمها أن البورصة كسبت 7.6 مليار جنيه، لكن يعني الدنيا لسه ما ظبطتش شوية، لكن في القريب الدنيا مفروض تتقدم وتبقى أحسن. ده غير أنه لسه في، بالنسبة بقى للانتخابات والبرلمان، لسه في يومين اللجنة العليا للانتخابات مدت فتح باب الترشيح للترشح يومين علشان الناس تقدر تنظم أوضاعها، ونتمنى أنها تعدي انتخابات كويسة على الجميع وما يحصلش فيها قلق. لكن النهاردة بتحصل الانتخابات في تونس، نتمنى لهم التوفيق ونشوف هيحصل إيه. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير فادي، صباح الخير مي، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد. انا اسف ان احنا للمره الثانيه او نبتدي يومنا بان احنا نقول البقيه في حياه. امبارح كان الكاتب الكبير انيس منصور طبعا، والجنازه كانت امبارح والعزاء غدا. النهارده انا اسف ان انا ببتدي برضو اليوم النهارده بخالص العزاء طبعا للامير سلطان ابن عبد العزيز ولي عهد السعوديه في وفاته في امريكا. خالص العزاء من الشعب المصري كله للشعب السعودي، ونتمنى لهم كل التوفيق في اختيار ولي عهد جديد، وغفر الله للأمير سلطان ابن عبد العزيز اللي كان مشهور بأنه دائما بيعمل الخير. النهاردة برضو عندنا النهاردة فقرة خاصة بفنان الكاريكاتير حجازي رحمه الله. أنا آسف إن أنا كله رحمه الله. النهارده في عندنا فقرة خاصة برسام الكاريكاتير حجازي، وهيكون معانا في الفقرة الأستاذ عمرو سليم رسام الكاريكاتير، هنتكلم ونعرف تفاصيل أكتر. وصباح الخير يا أشرف، نهارك سعيد. في فقرة كمان معانا مهمة النهارده جدا عن إعلان تحرير ليبيا، المفروض إن هو يتم النهارده. أكيد كلنا عايزين نعرف المرحلة الانتقالية في ليبيا هتدور إزاي، وعايزين نعرف أخبار كتيرة جدا عن ليبيا، الحياة السياسية في الفترة الجاية كلها في ليبيا هيكون شكلها إيه. في حاجات بتخص كمان المصريين، هو التعاون بين المجلس الانتقالي المصري والليبي، وهنتكلم عن مصير العمالة اللي رحلت عن ليبيا في الأحداث الأخيرة في الفترة الأخيرة أكتر في فقرة مع دكتور أحمد عبود أستاذ السياسة والاقتصاد بالجامعة الليبية. وبنحب ننبه حضراتكم انه اللي بيفوتوا حلقتنا او مش هيلحق يشوفها نازل رايح الشغل دلوقتي، ممكن يتفرج علينا على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube/user/نهارك سعيد، كلمه واحده. ممكن تتواصلوا معانا على نهارك سعيد @twitter.com او على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد على الفيسبوك. واحنا زي ما احنا قلنا انه البورصه عاليه، هيكون عندنا فقره نعرف فيها ايه اللي حصل في البورصه واللي حصل في الاسبوع اللي فات كله. هيكون معانا خبير البورصه استاذ عيسى فتحي، خبير الاوراق الماليه. وفي عندنا فقره النهارده هنتكلم فيها عن موضوع اعتقد انه يهم المصريين بشكل عام. احنا عندنا دايما مشكله في السحابه السوداء، وان احنا بنلاقي ادخنه في الهواء ما احناش عارفين دي جايه منين، طبعا غير الشبوره. فالجو عندنا يعني يتمتع بقاله كام سنه بان احنا بنعيش في وسط جو ملوث جدا. ف دايما السحابه السوداء دي بتيجي غالبا من حرق قش الرز، ودايما كان في مشاكل انه نتخلص من القش الرز ازاي، فالمزارعين كانوا بيحرقوه علشان يتخلصوا منه ويخلصوا لان هو واخد مكان كبير، والحكومه حاولت توزع عليهم مكابس، لكن المشكله برضو ما اتحلتش لغايه دلوقتي. في النهارده معانا، تخيلوا لو قدرنا نستخدم قش الرز نطلع منه لب الورق ونقدر نصدره لبره، اعتقد ان احنا هنحل مشاكل كتير هنتكلم عن ده. موضوع على العموم مهم جدا يا فادي، بس نتكلم عليه بقى اكتر بالتفصيل بس بعد ما نروح مع بعض فقره الصحافه الصحفيه. امير عويضه كاتبه الصحفيه بجريده الاهرام، بس بعد الفاصل.